بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى في هذه الانطلاقات الصباحيه. شكرا سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، هذه انطلاقه اخرى وتواصل اخر في هذا الصباح الجميل. كما بدت هذه مشاهدينا الكرام بالقوة والإثارة والاندفاع، نسير بحضراتكم إلى المقدمة وما تحمل لنا من عناوين للتحدي والمنافسة في هذا الصباح الجميل. هنا شاهين يأتي لمحمد بن راشد العويسي من يحتل المقدمة والسيطرة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وصل الآن شاهين وتعود ملكية شاهين. مشاهدينا الأعزاء، لحمود بن ضحي بن سعيد المقبالي من يتواجد على المركز الثاني أو المركز الثالث، هناك وصل الآن مياز عبيد بن راشد بن سيف بن شاوي الغفلي من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع وصل شاهين محمد بن خميس بن سم المنصوري مشاهدينا الكرام، والخامس الخامس الخامس شعار هنا الطائر سعيد بن محمد المنطر بن محمد الرميثي قدم لنا شاهين مشاهدينا الكرام والطائر. هذه الخمس المراكز الاولى المتقدمه الحاصله حتى الان على هذا الاندفاع في هذا الشوط، هذا الشوط. لكن نعود الى مقدمه الشوط والمركز الاول والسيطرة الآن لمحمد بن راشد العويسي اللي يقدم شاهين من بداية الانطلاق، وهو يعني يختار الصدارة الأولى، يختار الاندفاع الأول على مقدمة هذا الشوط. مشوار حتى الآن ناجح، ولكن هناك تسلل شاهين. حمود بن ضحي المقبالي غير الآن المقبالي أموره، غير المقبالي وانتزع المركز الأول راعي شاهين، انتقل إلى صدارة الشوط. المركز الثاني بالشاوي، بالشاوي واصل مشاهدينا الكروب مع مياس عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي مع مياس في المركز الثاني. أما المركز الثالث هنا تسلل، هنا تدخل الآن من شاهين حمد بن ناصر بالبحري العامري يأتي في المركز الثالث مشاهدي الأعزاء، والمركز الرابع من الجانب الآخر. لكن نعود إلى شاهين وحمود المقبالي لا زال مسيطر الآن، حمود بن ضحي المقبالي بدون أي توامر حتى هذه اللحظات، والله أنه معاه أعصاب قوية، أعصاب قوية. لكن أشوف الإزعاج الآن، وصلت الخطورة، وصلت الخطورة يا المقبول، ولكن نشوف نشوف شعار بالشاوي المتحد عيسى بن خلفان بالشاوي الاغفلي مشاهدينا الاعزاء في اللحظه الاخيره، في اللحظه الاخيره ينتزع المركز الاول. الله يا بالشاوي عيسى بن خلفان بالشاوي الاغفلي في اللحظه الاخيره يغافل الجميع وينتزع وياخذ المركز الاول من خلال هذه الانطلاقه وتحديات المرموم في هذا الصباح. المركز الثاني حمود بن ضحي المقبالي، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء لهادف بن خلفان بالضحاك المنصوري يأتي في المركز الثالث، والمركز الرابع يصل في هذه اللحظة الطاير لمطر بن راشد الطنيجي مشاهدينا الأعزاء، والخامس الخامس يأتي شاهين في هذه الاندفاع وهذه التحديات لحمد بن ناصر بالبحري العامري. هكذا مشاهدي الاعزاء كانت النتيجه لمشوار هذا الشوط، لناموس هذا الشوط من خلال التواجد. 3 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانيه هو التوقيت الزمني. تهانينا لعيسى بن خلفان بالشاوي الغفلي على فوز شاهين بالمركز الاول واختياره لهذه الانطلاقه او المتحد على الفوز والانتصار مشاهدي الكرام في شوطنا 18. بينما اللي وصل بالمركز الثاني شاهين في هذه الاندفاع ايها الحبل الكريم تأتي في المركز الثاني، تعود ملكيته لحمود بن ضحي بن سعيد المقبالي. 3 دقائق 3 ثواني نشوف التوقيت الزمني، أو 3 دقائق 5 ثواني مشاهدينا الأعزاء بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا للمقبالي على هذا الفوز وهذا الانتصار. أما المركز الثالث اللي وصل من خلاله تواجد اللي شاهين، تعود ملكيته لهادف بن خلفان بالضحاك المنصوري في 3 دقائق 5 ثواني